لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي والعراقي المستقل الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير، بداية مرحبا بك. عشرات المصابين بإطلاق القوات الحكومية والميليشيات النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد قبل قليل، كيف تابعتم ذلك؟ مساء الخير. لا شك أن ما يحدث في العراق هو ترجمة ووصول يعني المشكلة في العراق إلى معنى واضح، وهو يعني انتفاضة الشعب ضد النظام والميليشيات التي جاء بها. ما يحدث الآن يثبت بأن الشعب بكامله قد ثار ضد الحكومة والنظام السياسي الذي جاءت به الولايات المتحدة وساندته إيران، وأن هذه يعني وهذه هذا الصراع هو بين الشعب وبين الميليشيات التي هي ميليشيات عسكرية منظمة لها يعني العمل الأول أو ما أنيط بها هو الدفاع عن بقاء هذا النظام. إذن وصلنا إلى مرحلة واضحة من الصراع الموجود في العراق، وهو الثورة الحقيقية ضد النظام الذي جاءت به أمريكا، وأن هذا النظام يستعمل الآن القوى المفرطة للخروج من هذا المأزق. لكن أنا في نظري أن الشعب بكامله قد قرر من طرد هذا النظام وكنسه من تاريخ العراق. نعم أستاذ أمير، يعني هل هذا ترجمة لما حصل من قبل من اجتماع في بيت هادي العامري؟ لربما البعض يرى ويقول ما دام أن قاسم سليماني موجود في العراق هناك خطط ربما يعني لسحب القوات الحكومية وقوات مكافحة الشغب من ساحات التظاهر والتي هي بالمواجهة مع المتظاهرين السلميين، وبالتالي إدخال مسلحين بأمر من الحكومة والميليشيات يقومون بعمليات قتل وحرق، ومن ثم يتم استدعاء القوات الحكومية مرة أخرى بحجة حماية المتظاهرين، وبالتالي يتم استئصال ومحاولة وأد الحكومة واعتقال رؤوس الناشطين السلميين المطالبين بإسقاط النظام. إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية؟ كل الفرضيات وكل هذه الأطروحات هي يعني أطروحات يعني موجودة، لأن المأزق التي يمر به النظام العراقي هو كيفية القضاء على الانتفاضة الشعبية التي هي انتفاضة كاملة بمعنى بكل معاني الكلمة يعني. ولكن أنا في نظري أنه الحكومة العراقية والنظام السياسي وخصوصا ما يؤمر به من قبل المجرم قاسم سليماني هو إيجاد الحل، ولو كان حل يعني سحري، لأن الحل هو بيد الشعب الآن. وجود حل القضاء على الانتفاضة العراقية وما يقال هنا وهناك عن هذه الأطروحات هو يعني هو نوع من أحلام اليقظة الذي تحلم به هذه الحكومة ويحلم به رؤساء هذه الميليشيات الذين لم يعد لهم شيء سوى قتل الشعب. طيب أستاذ أمير، لماذا هذا الهجوم على يعني ساحة الخلاني وعلى المتظاهرين السلميين فيها جاء الآن، يعني بالتزامن مع إعلان الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة الميليشيات وبعض السياسيين؟ إلى أي مدى يعني ترى هذا ربما هو رد على العقوبات الأمريكية؟ شيء طبيعي، هناك يعني نوع من الصلة بين ما يحدث في العراق الآن وما تقوم به الأجندة الأمريكية في المنطقة خصوصا مع إيران. إذن الحرب التي يعني الحرب أو الصراع الموجود بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو يدار الآن على الأرض العراقية، وأن إيران لا تريد أن تفرط بالعراق، لأن التفريط بالعراق هو نهاية للمشروع الإيراني الذي جاء به الخميني. إذن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أصدرت هذه القرارات والتي هي قرارات أولية ستتبعها بلا شك قرارات أخرى، ستكون للجم هذه يعني الميليشيات وخصوصا لجم رؤساء هذه الميليشيات الذين هم الدور الأول. أستاذ أمير المفرجي، يعني ما تفسيركم لهذه العقوبات؟ العقوبات طبعا شملت زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وكذلك شقيقه ليث ومدير أمن ميليشيا الحشد أبو زينب اللامي، بالإضافة إلى خميس الخنجر. يعني ما مدى جدوى هذه العقوبات في حين أن قاسم سليماني على سبيل المثال هو أيضا مدرج على لائحة العقوبات وعلى لائحة الإرهاب، لكنه يتجول قرب السفارة الأمريكية؟
صحيح بالضبط، كل ما قلته هو يعني صحيح، ويعني يؤسف على هذه يعني الازدواجية في العمل الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت أن تخرج إيران من العراق فهناك طرق أخرى، يعني هناك طرق تستطيع أن يعني أن تعطي نوع من يعني الفرصة لإيران في سبيل أن تخرج من العراق، وأن لا يعني تقبل بوصول ما يدعى بقاسم سليماني في العراق، لأن الولايات المتحدة لها من القوة الاستخباراتية والعسكرية في عمل ذلك، في يعني في النجاح لعمل ذلك. إذن هناك نوع من يعني الشيء العجيب أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعمل الشيء المطلوب لحد الآن، وأن كل ما يعمل به في العراق هو شيء يعني خجول، لا يأتي بالنية العراقية التي تريد إخراج إيران من العراق. الولايات المتحدة هي المسؤولة الأولى والأخيرة في دخول إيران للعراق، لأنها هي من سلمت العراق إلى إيران في 2003. إذن يجب عليها الآن من توضيح موقفها، هل هي مع موقف قاسم سليماني في تجوله في الشوارع العراقية وبوجودها؟ هل هي مع موقف ما يدعى بالمرجعية الدينية في النجف في أن يعني تعطي نوع من الفتوى لمنع قاسم سليماني من الوصول للعراق؟ إذا نعم. هناك شيء يعني كما هو معلوم كما هو معلوم أستاذ أمير المفرجي أن هذه الحكومات في المنطقة الخضراء هي بغطاء أمريكي منذ العام 2003 وحتى الآن. الخارجية الأمريكية في بيانها المصاحب لعقوبات الخزانة الأمريكية على قادة الميليشيات قالت إن عدد ضحايا التظاهرات في العراق بالمئات. يعني هل هو يعني حرج أمريكي اتجاه الإدانات الأوروبية والإدانات الدولية، لذلك دخلت على خط أو على عنوان حماية المتظاهرين في العراق؟ كيف تنظر إلى ذلك وهي المسؤولة وعن يعني إعطاء غطاء من الشرعية لهذه الحكومات؟ في الحقيقة يعني أنا متيقن بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تلعب في اللعبة العراقية الإيرانية يعني لمصالحها. أمريكا هي دولة عظمى تريد أن تحافظ على مصالحها باللعب على الورقة العراقية والإيرانية في نفس الوقت، ولكن الحقيقة يجب أن تقال بأن الولايات المتحدة تريد إخراج إيران من العراق، ولكن لا تريد إخراج إيران من العراق على الطريقة التي نتمناها نحن العراقيين، لأن المصالح الأمريكية هي ليست المصالح العراقية، إنها مصالح متشعبة تتعلق بالنفط وبالاقتصاد وبموقفها في المنطقة. إذن الولايات المتحدة لها نوع من الاستراتيجية الخاصة بالعراق لمحاربة إيران، ولكن الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقوله كمتتبعين للحالة العراقية بأن الولايات المتحدة تحارب إيران الآن في العراق. طيب إذا كانت الولايات المتحدة تحارب إيران فلماذا الآن؟ يعني طوال هذه الفترة الكثير من العراقيين يعني كانوا معرضين للسيارات المفخخة وعمليات القتل والاغتيال، لماذا الآن تقول الخارجية الأمريكية إن لديها أدلة تثبت تورط قادة في ميليشيات الحشد بقتل المتظاهرين؟ لماذا كانت تقدم الدعم لهذه الميليشيات بينما الآن تتحدث الولايات المتحدة بهذه اللهجة في هذا الإعلان؟ من الطبيعي أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت للعراق كانت يعني في أشد الحاجة لتثبيت أقدامها في العراق. المقاومة العراقية التي بدأت غداة احتلال العراق في 2003 كانت مقاومة شرسة، وكانت مقاومة يعني عنيفة بكل معنى الكلمة. إذن أرادت أن تأتي بما يعني يقبل بها للوصول للحكم، وبما يسمي آنذاك بالمعارضة العراقية، فاستعملت هذه المعارضة العراقية لثبات أقدامها في العراق. ولكن الآن المصالح الأمريكية يعني هي ليست مصالح هذه المعارضة العراقية التي هي يعني في طبيعتها هي أحزاب إيرانية. إذن هناك نوع من الانقلاب في الاستراتيجية الأمريكية، ويعني الذهاب إلى أبعاد هذه الأحزاب. والدليل على ذلك أن هذه الأحزاب التي جاءت بها أمريكا
من إيران هي التي لا تريد بقاء أمريكا الآن في العراق، وهذا الشيء الذي يثبت بأن هناك شيء ما قد اختلف في المعادلة في استراتيجية أمريكا وعدم قبولها بهذه الأحزاب في الوقت الحاضر. نعم، مركز ستراتفور الأمريكي رجح تصاعد التظاهرات في العراق بعد استقالة عبد المهدي، وهذا الأمر هو يعني موجود فعلا على الأرض، التظاهرات في حالة تصاعد ووتيرتها بازدياد. يعني إلى أي مدى تتوافق مع ما ذهب إليه المركز، لا سيما وأن البديل بحسب ما موجود على الأرض هو يجب أن يكون ضمن دائرة الأحزاب المرفوضة شعبيا، المرفوضة من قبل الشعب العراقي؟ يعني هناك شيء لا نستطيع أن نفهمه نحن من الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي من الأزمة السياسية للمشهد السياسي في العراق. مع كل ما يحدث في العراق ومع كل هذه الأحداث ومع الرفض الكامل للشعب العراقي، نلاحظ بأن هناك نوع من الموقف يعني المساند لبقاء النظام السياسي في العراق، وهذا يعني بذاته هو شيء يعني غريب. يريدون إخراج من إيران، ولكن البقاء إبقاء نظام سياسي جاء من قبل إيران، وهذه إشكالية بالنسبة لنا كعراقيين. نريد يعني أن يكون العراق هو للعراقيين. إذن الموقف الغربي والموقف الأمريكي هو موقف يعني عجيب وغريب وموقف خجول لا نستطيع أن نصدقه، ولكن في الحقيقة أن هناك يجب أن تقال الحقيقة، هناك نوع من الصراع الغربي نفسه على العراق. أوروبا ليست لها الموقف نفسه من أمريكا مع أمريكا بالنسبة للعراق. لاحظ ما يحدث في أوروبا مع الحكومة العراقية، هناك نوع من يعني عدم الكلام عن ما يحدث في العراق من قبل المسؤولين بعض المسؤولين في أوروبا. إذن هناك نوع من الصراع على مستقبل العراق بين أمريكا وبين بعض الدول العظمى الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. نشكرك شكرا جزيلا من باريس، السياسي العراقي المستقل الأستاذ أمير المفرجي.